نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف وباعثها المستمع ألف ميم شين سوداني. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في لقاء سابق، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: دائما في السنن الراتبة والنوافل أقرأ بعد الفاتحة سورة الكافرون والإخلاص، وأحيانا أقرأ آية الكرسي ثم أقرأ بعدها سورة الكافرون في الركعة الأولى ثم أقرأ بعدها الإخلاص في الركعة الثانية، فهل عملي هذا صحيح؟ وجهوا لي جزاكم الله خيرا. لا مانع من جمع سور في ركعة واحدة، ولكن التزام سور معينة مثل ما ذكر السائل، التزام سور معينة والمداومة على ذلك لا يجوز، لأنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على التزام هذه السور والمداومة عليها، فيترك هذه العادة ويقرأ ما تيسر من القرآن ومن السور، ولا يلتزم بسور معينة إلا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ به في الوتر في القنوت في الشفع والوتر، قد كان يقرأ صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى من الشفع يسبح اسم ربك الأعلى، الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر ركعتي الطواف يقول يا أيها الكافرون الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية، وأحيانا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الركعة الأولى من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران، وكذلك كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وبسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية، وفي صلاة الجمعة كان صلى الله عليه وسلم تارة يقرأ بسبح والغاشية وتارة يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون، هذه السور كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في الغالب في هذه الصلوات، وأما أن نخصص سورا في غير ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الأحوال فإنها لا يعتبر من البدع.